عيب عليك تستقلين مشاعر الناس على موت أهلهم. ذكريني بس وين كنتي يوم يموت ولدها؟ وما تبيني أذكرك كنت بسيارة منو؟ الحين أنا رئيسة الفرقة تقعدوني على كتر وانتي وقتش مرتزين؟ خذيتوا من شعر خالتي وملابسها وسحرتوها وفريتوا مخها، فرقتوا بيني وبينها. حمدي ربك ان انا ساكته لك. والله حبيبتي اذا تحكيتي انا يمكن اخسر اختي، بس انا اذا تحكيت فيها سين وجيم ومحاكم ممكن يكلف حياتك. واي خوفتيني. ولا شكو، انا ماشيه بسيارتي حبيبتي، هو اللي لحقنا ودعم. السؤال هو ليش لحقنا مستعيل؟ تدري منو راح يهتم حق هالسؤال؟